سحب المجلس التأسيسي التونسي البند 27 من الدستور التونسي الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل، وقد رأت اللجنة في هذا الخصوص التأكيد على أن التطبيع مع الصهيونية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أن النص على ذلك مكانه المناسب هو القانون وليس الدستور. هذا وقد احتجت الجمعية التونسية لدعم فلسطين على سحب البند الدستوري، معتبرة ذلك خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل. يذكر أن التونسيين خرجوا في تظاهرات عديدة تدعو إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل ودعم حركات التحرر الفلسطينية للضغط على المجلس التأسيسي التونسي لإدراج قانون ردعي ضد أي شكل من أشكال التطبيع مع الصهيونية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية لدعم فلسطين قيس بوزيد. سيدي، المجلس التأسيسي أعلن في تموز الفائت إدراجه هذه المادة ضمن مشروع الدستور، والآن تسحب هذه المادة ودعوى لسنها كقانون. هل هذا تنصل؟ نعم، وفي 29 جوان الفارق في 2012 يعني تم اقرار هذا البند الخاص بتجريم التطبيع، والذي ينص معناتها صراحه على ان التطبيع مع الكيان الصهيوني هو جريمه يعاقب عليها القانون، ومعناتها تعتبر هذه الصيغه يعني تجسيدا الاراده الوطنيه واراده الشعب التونسي من خلال تحقيق اهداف الثوره التونسيه. لكن للاسف يعني يوم الامس يعني تم تنصل من اقرار معناتها هذا البند في الدستور، معناتها هو كان يعني تم هناك تمهيد لهذا التنصل. فمثلا في يوم 9 سبتمبر الفارق يعني كان رئيس المجلس الوطني التأسيسي قد صرح في المنشا ان هذا المطلب يعتبر معناتها مطلب كل من المتطرفين في تونس، وهو معناتها يعني تصريح خطير وتصريحات خطيره اخرى معناتها خاصه بان معناتها ممكن إمكانية إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني في صورة توصل فلسطيني إلى اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني، وهذا معناتها مرفوض شعبيا وسياسيا وأخلاقيا في تونس، باعتبار أن أهداف الثورة التونسية يعني تعتبر أن تحرير فلسطين هو من أهداف هذه الثورة. كذلك يعني يوم 28 سبتمبر عفوا يوم يوم 9 يوم 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 21 سبتمبر الفارق يعني صحيفه هارتس الصهيونيه تصدر على موقع على صحيفتها ان تصرح ان احد المصادر وزاره الخارجيه الصهيونيه قد اقر بان تمت هناك ضغوطات من وزاره الخارجيه الصهيونيه على الاداره الامريكيه لتجري الضغط على تونس لسحب هذا البند من لجنة القانون. نعم، يعني سيد قيس، انتم تنظرون الى هذه الاجراء بانه يعني ذو بعد سياسي وليس المساله قانونيه ودستوريه كما قالت اللجنه. انتم كلجنه لدعم الشعب الفلسطيني ومناهضه التطبيع مع اسرائيل، ما هي الخطوات التي ستقدمون عليها من اجل تثبيت هذه الماده في الدستور، وهل هناك قوى سياسيه تساندكم في ذلك؟ نعم، هو الجمعية التونسية لدعم فلسطين كانت قد قامت بعدة تحركات في هذا الإطار، فقمنا بوقفة احتجاجية يوم 30 ديسمبر 2011 وأخرى يوم 30 مارس 2012، وأخيرا يعني منذ تقريبا أسبوع يوم 15 أكتوبر قمنا بوقفة أمام المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بتثبيت هذا البند. كما قمنا بعدة فعاليات جماهيرية في عدة ولايات في الجمهورية التونسية، كما قمنا ايضا بحمله سميناها دستور لا يجرم التطبيع لا يمثلنا، وهذه الحمله حمله الكترونيه وحمله شعبيه، معناتها قمنا بحمله تحسيسيه لتحسيس الشعب التونسي بخطوره التطبيع وخطوره التعامل مع الكيان الصهيوني وضروره ادراج هذا البند في الدستور الذي يجرم التطبيع. فالفرق بين بند الدستور يجرم التطبيع. إذا أنتم مستمرون في تحرككم حتى تثبيت هذه المادة في الدستور التونسي. نعم، الذي يجرم التطبيع وفق كبير، يعني لأن الدستور هو المرجعية الأعلى للدولة التونسية، مرجعية القوانين، وهو نص استراتيجي يعني يمتد على عدة عشرات أو مئات من السنوات، بينما القانون يعني يمكن التخلي عن القانون مجرد قلم من رئاسة الجمهورية. وضحت الصورة. أشكرك سيد قيس بوزيد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية.